أين الله؟ وهذا السؤال مركب على إرادة تصور لمكان يحل فيه الجبار الأعلى الذي خلق الأماكن وخلق الأزمنة وعزته وجلاله، لا يحتاج إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى قلم ولا إلى جنة ولا إلى نار ولا إلى أرض ولا إلى سماء، والله إنها المحتاجة إليه، والله إنها المخلوقة له وفعله، وهو الأكبر الأعلى من أن يحل في شيء منها أو شيء منها يحل فيه جل جلاله وتعالى في علاك. ليس هذا وصف إله، هذا وصف جسم، هذا وصف مخلوق. الحق أكبر من أن يحل في شيء من السماوات والأرض بذاته العلية المقدسة أو يحل فيه شيء من السماوات والأرض وما بينها. هو الإله، هو الإله، هو الإله. الألوهية تقتضي هذا، وأما إذا بغينا مكان السكون وفي مكان برج، هذا مخلوق من المخلوقين، هذا جسم من الأجسام، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى.